شكرا فاطمة. مشاهدينا نرحب بكم في هذه الساعة الإخبارية الجديدة من تغطيتنا المتواصلة لتطورات الأوضاع في السودان لليوم الثالث على التوالي، بينما تستمر الاشتباكات. أقر الجيش بدخول قوات الدعم السريع إلى مطار مروي العسكري متعهدا باستعادته في أقرب وقت، بينما أكد الجيش أن جميع مقرات القيادة العامة تحت السيطرة رغم الاشتباكات الضارية التي تدور منذ ساعة الصباح. لكن في المقابل لا تزال قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها على مقرات القيادة العامة للقوات المسلحة. طبيعة الأحداث التي تحدث منذ الأول من أمس هي محاولات اشتباكات ومحاولات اقتحامات لعدد من المقرات العسكرية. نحن نتصدى لهذه المحاولات، وإضافة إلى أن هنالك عمليات قنص واستهداف لضباطنا وجنودنا، لذلك جرت محاولات لاعتقال والقبض على أفرادنا ضباطنا وجنودنا يتحركون إلى مواقعهم، مواقع عملهم الرسمية. تم القبض على، وأقول أسف، تم القبض على العديد من الضباط الذين هم دارسون في دورات، مثال الضباط الموجودون مثلا في معهد الاستخبارات، أو ضباط توجهوا إلى مواقع عملهم في الصباح. تم اعتقالهم واعتبارهم جذوع بشرية في مقرات ميليشيا الدعم السريع. اشتباكات اليوم محدودة جدا، أقل حدة بكثير من اليوم الأول ومن الأمس. نحن نحصر عملياتنا في هذه المرحلة في التصدي لمحاولاتهم اقتحام بعض المواقع. مقرات القوات المسلحة في محيط القيادة العامة، جميع مقرات القيادة العامة هي الآن تحت يد وسيطرة القيادة العامة. الصوت بيجي احساس داير ما يدوم من حوالينا كل الاتجاهات. هذا وطالب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عبر سلسلة تغريدات نقلتها وكالة رويترز من حسابه على تويتر، طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والتدخل ضد ما أسماه جرائم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. هذا ونشر الجيش السوداني بيانا اتهم من خلاله قوات الدعم السريع بممارسة أعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين. بيان الجيش أكد سيطرته على جميع مقرات القيادة العامة، مشيرا إلى عدم صحة سيطرة الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري أو القيادة العامة. وقال البيان إن القوات الجوية للجيش تنفذ ضربات ضد عناصر الدعم السريع في الخرطوم. نؤكد أنه لا صحة إطلاقا لاستيلاء أو سيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة على أي من مقرات القيادة العامة، ولا على قصر الضيافة، ولا على القصر الجمهوري. هذه أكاذيب مضللة. الأمر الثاني، نحن نؤكد أننا في القوات المسلحة لأننا قوات محترفة وقوات مسؤولة، ونحن نلتزم تماما بجميع قواعد الاشتباك في مثل هذه الحالات. نحن نتقيد تماما بمقررات القانون الدولي الإنساني، قانون النزاعات المسلحة في هذا النزاع المسلح.
قبل ذلك نفى مصدر في الجيش السوداني العربية ما تم نشره من قبل قوة الدعم السريع حول اقتحام مقر إقامة البرهان، وأكد المصدر للعربية أن الاشتباكات جرت حول مقري البرهان وحمتي وتم إبعادها، وأن فيديو اقتحام الدعم السريع لمقر البرهان مضلل وغير حقيقي. البرهان حمتي قلبوا صارعوا في الكراسي، الله أكبر، يعني إحنا بنصارع في أكل وشراب، ديل بيصارعوا في سلطة، ديل بيصارعوا في نهب للدولة، الله أكبر، ديل بيصارعوا في نهب الدولة ونعم الشعب، نحن بنصارع في الأكل والشراب والتعليم والعلاج، ما وفروا لنا، يصارعوا في شنو؟ دجيش. والمزيد من المتابعة انضم إلينا من مروي مراسل العربية نزار بقداوي. نزار، آخر المعلومات المتوفرة لديك الآن؟ المعلومات هي أجواء الحذر التي تحيط الآن بقاعدة مروي العسكرية وتحيط بمطار مروي بعد أن أقر الجيش السوداني بدخول قوات الدعم السريع حسب بيان الجيش أو تصريحاته لقناة العربية قبل قليل. الأوضاع الآن هادئة في محيط القاهرة ومحيط المطار، لا سماع لأصوات رصاص، لا سماع الآن لمدفعية ثقيلة، لا سماع لما يمكن أن ينبي عن اشتباكات بين قوات المسلحة السودانية وبين قوات الدعم السريع. مواطنون أيضا في مدينة مروي المطلة مباشرة على القاعدة وعلى المطار في حالة ترقب وفي حالة توتر، خاصة بعد أن أشار الجيش السوداني بأنه قد تعهد باستعادة هذه القاعدة والمطار خلال هذا اليوم، وهذا يشير أيضا حسب المعلومات بأنه يمكن أن تحدث اشتباكات وعملية عسكرية مجددا. لذلك الحذر والتوتر هو ما يسيطر الآن على الموقف في مروي وفي القاعدة وفي المطار. يعني نفهم من ذلك بأنه لا يوجد ما ينبئ بمحاولة الجيش السوداني اقتحام القاعدة من جديد واستعادتها من قوات الدعم السريع التي أقر المتحدث باسم الجيش بأنها دخلت إليها اليوم، هذا ما أفهمه من كلامك؟ نعم، حتى الآن لم تقدم وحدات الجيش السوداني القوات المسلحة بوحداتها المختلفة، سواء كان عبر المدفعية أو عبر القوات البرية أو عبر القوات الجوية، لم يقدم بهذه التشكيلات على اقتحام أو الدخول إلى القاعدة. الوضع كما هو عليه، ليس هنالك من جديد، نراقب ونتابع ونعطي جديد الأخبار والتحديثات. طيب، ماذا عن الأوضاع الإنسانية داخل مدينة مروي، خصوصا قبل أيام من عيد الفطر؟ كيف يتعامل السودانيون مع هذه الظروف؟ السوق الرئيس في هذه المدينة الذي يقدم الخدمات الأساسية، المواد الغذائية، الشرب، المياه، القمح، كل المعينات والمعينات الغذائية في هذا السوق الرئيس الذي يضم أكبر نسبة من المحال التجارية. هذا السوق الآن مغلق، ليس بحظر التجوال رسمي مفروض من قبل السلطات الأمنية أو لجنة أمن الولاية الشمالية، ولكن نتيجة لتخوف المواطنين وتخوف التجار عليه توقفت الحركة التجارية، حتى حركة المواصلات الداخلية متوقفة، حركة المواصلات التي تنقل المواطنين عبر الباصات السفرية من مروي إلى العاصمة الخرطوم عبر مدينة أم درمان وعبر مدينة العذبرة متوقفة نسبة للتخوف المواطنين ومن أصحاب الباصات السفرية من الإقدام على سلوك الطريق البري القومي وتعرضهم لأي اشتباكات ويكونوا جزء من عملية عسكرية. المواطنون الآن فيما يلي الوضع الغذائي والوضع الأمني، الأمور مستقرة في مدينة مروي، هنالك انقطاع للكهرباء، بعض الأحياء انقطعت فيها خدمة المياه، الاتصالات إحدى شركات الاتصالات متوقفة، لكن هنالك شركات تعمل، خدمة الإنترنت متوقفة أيضا في إحدى الشركات لكنها متوفرة في شركات
أخرى، الطرق داخل المدينة سالكة، الجسر الذي يربط بين مدينة مروي وبين مدينة كريمة سالك، الحركة فيه تمضي كما هي عليه. الجيش أيضا يتمركز في مدينة مروي في بعض الإشكالات. لا لكن هل ذهب الناس إلى أعمالهم؟ هذا يوم عمل رسمي، تم الإعلان عن عطلة في ثاني يوم من أيام الاشتباكات، لكن الآن كيف يتعامل الناس مع الأعمال، خصوصا موظفو الحكومة، طلاب المدارس؟ كل المؤسسات الرسمية الحكومية مغلقة بالكامل، ليس هنالك من دوام رسمي للموظفين وللعاملين في السلك الحكومي، حتى الأعمال التجارية الخاصة متوقفة، المحال التجارية الصغيرة، المحال التي تقدم خدمات السيارات متوقفة، كل هذه العناصر التي تقدم إشارة على أن الحياة المدنية تمضي على وتيرتها المعتادة متوقفة بحكم التخوف وبحكم الترقب لمآلات الساعات. أي حركة أو أي نشاط اعتيادي مدني سيتأثر بفعل إطلاق رصاصة واحدة، وهو ما حدث خلال اليومين الماضيين عندما اندلعت الاشتباكات صباحا. مباشرة فر المواطنون، خاصة الذين يقطنون بالقرب من المطار والقاعدة، إلى داخل المدينة وإلى الأحياء الآمنة. المواطنون يتخوفون من أن تندلع الاشتباكات، يتخوفون من أن تمتد الأعيرة النارية وأصوات الغذائف و أصوات الآليات الثقيلة والشظايا إلى داخل المدينة، لذلك هم داخل المنازل يغلقون أبواب المنازل، المدينة في حالة صمت تام، الحركة ضئيلة وبسيطة للغاية، عدا الذين يضطرون إلى الخروج لشراء بعض المستلزمات. طيب فيما يتعلق، سنأتي على موضوع الوضع الصحي في مروي، لكن قبل ذلك ماذا عن الأمن والأمان؟ يعني هل تتولى قوات الشرطة استتباب الأمن في المدينة؟ هل تم تسجيل أي عمليات سلب ونهب أو تهديد لحياة المواطنين خلال فترة الاضطراب التي سادت منذ 3 أيام بعد اندلاع هذه الاشتباكات؟ الشيء الذي يجب أن يوضح في هذه المسألة، مسألة الاشتباكات ومسألة تأثيرات هذه العمليات العسكرية على واقع المدنيين وعلى أمن وعلى سلم المدنيين، مسرح العملية يختلف عن العاصمة الخرطوم. نعم. عاصمة الخرطوم تشهد فيها الأحياء عمليات عسكرية، تشهد فيها مناطق ومحيط القيادة عمليات، مناطق متفرقة. أما هنا في مروي فمسرح العملية العسكرية هو فقط داخل حدود مطار مروي وداخل القاعدة. أما هنا في داخل مدينة مروي لم تسجل مضابط الشرطة حتى الآن، أو لم يتنامى إلى علمنا، أو لم تأتينا مصادر، يعني الأمور تسير بشكل طبيعي. شكرا على التوضيح في هذه النقطة تحديدا. لا، نعود إلى الوضع الصحي والمستشفيات وكيف تسير هذه العملية بشكل عام. داخل مدينة كريمة هنالك 3 مستشفيات رئيسة، مستشفى قومي عسكري يقدم خدماته للقوات النظامية ويقدم خدماته للمدنيين، هنالك أيضا مستشفى حكومي ومستشفى خاص. هذه المستشفيات حسب المعطيات التي نشاهدها الآن تقوم بواجباتها، تقدم الخدمات الصحية خاصة لجرحى ومصابي القوات النظامية، القوات المسلحة الذين أصيبوا أمس وأمس الأول خلال العملية العسكرية داخل مطار. لكن لا توجد تقديرات لأعداد المصابين الذين وصلوا إلى هذه المستشفيات؟ الذين تم حصرهم خلال الساعات الماضية نحو 50 من القوات المسلحة السودانية، ربما تزيد هذه النسبة، لكن لم تصدر بعض بيانات رسمية توضح النسبة التي ازدادت بها أعداد المصابين والجرحى. توزعوا في مدينة مروي التي دارت فيها الاشتباكات، وتوزعوا أيضا في مدينة كريمة في الجانب الغربي أو الشرقي من نهر النيل، وأيضا تم بعث أو تم إرسال بعض المصابين إلى مدينة دنقلة ليتلقوا العلاج اللازم والإزعافات الأولية. طيب، في تقديرات أو روايات من المستشفيات حسب شهود عيان عن وصول جثث، أو أن فقط من يتم إرسالهم هم المصابين؟ من يصل إلى المستشفيات هم المصابون. تحدثنا إلى بعض القادة العسكريين عن
ضحايا هذه العمليات العسكرية في مطار مروي أشاروا بأنه سيصدر بيان، ليس الآن تحديدا لكن سيصدر بيان توضيحي للرأي العام يوضح كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية. لكن هذه العملية هي مستمرة، تأخذ وقت وتتقدم تتأخر، إعادة تموضع، إعادة تمركز، إعادة انتشار، إعادة ضبط الموازين داخل أرض المعركة. نعم. لذلك المعلومات هي تتحدث في كل دقيقة، وهم ينتظرون أن ينجلي الموقف ومن ثم يخرجون بالمعلومات للرأي العام. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مروي، نزار بقداوي مراسل العربية. وينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. أهلا بك دكتور طارق فهمي. يعني دكتور، حرب تدور وأيضا اشتباكات في مناطق متفرقة من السودان، لعلنا استمعنا إلى تداعياتها على مروي، انقطاع للكهرباء والتيار الكهربائي والإنترنت، وهي التي لم تصلها الاشتباكات. فإذا كان الأمر كذلك في مروي، فيمكن تخيل كيف يبدو الوضع في العاصمة السودانية السودان الخرطوم. برأيك تداعيات هذه الحرب إن استمرت على المدنيين، خصوصا في ظل حالة عدم الحسم وضبابية الموقف، كيف ستكون؟ بالتأكيد طبعا بنك الأهداف سينفتح، توقع حضرتك خلال الفترة المقبلة، يعني خلال الساعات، تدريجيا سينفتح بنك الأهداف واستخدام كل طرف ليه أوراقه الضاغطة. ما أشرت إليه حضرتك وتكرمت هو البداية وليس هو النهاية، هو البداية لمحاولة المساس بالبنية الخاصة بالاتصالات والتحركات وغيرها. وسيكون بطبيعة الحال معد طبعا سيناريو التعامل بصورة أو بأخرى، لأنه ما زلنا في الأيام الأولى للمواجهة، وكل طرف سيسعى إلى تحسين شروط التفاوضية لاحقا باستخدام العمل العسكري الممنهج. المدنيين هم الذين سيتأثرون بطبيعة الحال. حالة الشلل الكبير في السودان ستمتد من المواطن البسيط إلى مؤسسات وقطاعات الدولة. لا تنسى أن الدولة السودانية تعاني أصلا حالة خلل وتأزم اقتصادي كبير، ومعاناة المواطنين من تبعات ما يجري حتى قبل اندلاع الأعمال العسكرية. فما بال حضرتك أنها تزيد بهذه الصورة. موضوع قطع النت والخدمات الأخرى طبعا في مناطق ربما ستكون أكثر تضررا وإلا أكثر احتياجا، كانت ومصنفة فيها أنها أكثر مناطق سوءا في السودان، سواء كان في مناطق الشرق أو الجنوب الشرقي وفي مناطق الجنوب. وبالتالي اليوم نتحدث أيضا العاصمة وبعض المدن الرئيسة اللي هي نقاط التمركز حول العاصمة. أعتقد أن المتأثر هو المواطن السوداني، وهتكون هناك تأثيرات كبيرة. المشكلة أنه التوقع بالسيناريو القادم في التعامل مع هذه الحالة، سيكون بطبيعة الحال هناك مناشدات أممية ودولية في هذا السياق، لكن لا أعتقد أنه سيكون بمقدور أحد يعني محاولة التعامل بصورة حاسمة مع ما يجري. أوراق الضغط في اتجاه كل طرف مهمة حضرتك أن تتوقف أمامها، وكما أشرت لازلنا في المرحلة الأولى، وبالتالي سيستخدم كل طرف ما لديه. سيكون هناك تمشيط لبعض المناطق، قطع طرق واتصالات كاملة، يعني في سيناريوهات كما تعلمها حضرتك معلومة للجميع. يعني الأمور وهذا يعني ما يخشاه الجميع، يعني أن حتى لو تمكن طرف من أن يضعف طرف آخر ستستمر المعارك، ولو كانت معارك شوارع، لأنه كما يقال بأن هذا صراع وجودي على السلطة من الجانبين، وبالتالي إذا لم يكن هناك إرادة بالجنوح للسلم ووقف إطلاق النار وإجراء محادثات، فهذا لن يحدث حتى يثبت طرف أنه أقوى أو لديه اليد العليا على الطرف الآخر. أنا سأعود لاستكمال الحوار معك، لكن دعني فقط أشرك الصحفي خالد الفكي من الخرطوم ليطلعنا على الأوضاع
داخل مدينة الخرطوم مع دخولنا اليوم الثالث من هذه الاشتباكات القوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. خالد أهلا بك، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية في العاصمة الخرطوم لجهة الإمدادات الأساسية، وأيضا ما إذا كان الناس ذهبوا إلى أعمالهم ومدارسهم اليوم أم لا؟ نعم، انتصف النهار إبراهيم، ويعني سخانة الحرائق واشتداد الغزائف هي السماء الأبرز الآن في محيط القيادة وفي بعض الأحياء القريبة من محيط القيادة. الآن هناك وفق مصادر وشهود عيان على أرض الواقع أن الجيش السوداني يعني يكاد يسيطر، والآن هو انتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة المطاردة والملاحقة بعد انتهاء المعركة الأكبر التي كانت في فجر اليوم وانتهت في ربما نحو الساعة 10 في منطقة شرق مطار الخرطوم، وفي الطريق الذي هو يعني كان يؤدي إلى داخل القيادة. بعد أن عادت الدعم السريع تجميع صفوفي وحاول فتح جبهة وصغرة في الجبهة الشرقية، ولكن وفق لمصادر وشهود أن الملاحقات الآن تجري في شارع 60 وفي بعض الأحياء شرق الخرطوم في ملاحقة لمنسوبي الدعم السريع الذين بعض منهم خلف سياراته وولى هاربا وفق مصادر وشهود عيان في أحياء بشرق الخرطوم. كما أن تحدثت إلى مصادر في جنوب الخرطوم في أحياء الكلاكلات، أبلغني عددا منهم أنه يعني شاهد عدد من جنود الدعم السريع وهم غد أتوا من ناحية صالحة بعد أن تعرض معسكرهم إلى الغزو ووابل من الطيران، وأنهم استطاعوا أن يأجروا مركب ليقطع النيل الأبيض من الناحية من الضفة الغربية إلى الناحية الشرقية، ويعني تم توقيفهم بواسطة الشرطة وهم الآن غيد التوقيف. إذن هذا المشهد الآن الأرضي. طيب أنا سأعود أيضا لك لنستمع إلى مزيد من التفاصيل حول الأوضاع الميدانية وأيضا الأوضاع الإنسانية في الخرطوم، لكن ابقى معي لنستمع إلى تصريحات أدلى بها يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع للعربية، حيث أكد فيها سيطرة الدعم السريع على القصر الجمهوري ومقرات القيادة العامة، وهو الأمر الذي نفاه الناطق باسم الجيش في تصريحاته للعربية. أيضا نحن نسيطر على القصر الجمهوري، نحن نسيطر على كل المغار المتواجدة على طول شارع النيل، كل الوزارات، نحن نسيطر على كافة مداخل ولاية الخرطوم الكباري، كافة الكباري التي تربط بين الخرطوم والمدن الثلاثة الأخرى. نحن فقط عبر هذه القناة نطمن المواطنين أن هنالك دعاية أن الدعم السريع يعتدي على المواطنين أو ينهب ممتلكاتهم، هذه دعاية رخيصة. نحن نؤمن المواطنين ويشهد بذلك كل المواطنين في الشارع، نؤمن المواطنين، نؤمن المغارة التي نستلمها ولا ندخلها ولا نعتدي على وثائقها ولا على أوراقها. خالد، استمعت إلى تصريحات الناطق خالد الفكي إلى هذه الإنجازات وما تم تحقيقه على الأرض في العاصمة الخرطوم، وهو يتنافى مع ما أوردته لنا، وأيضا ما قاله الجيش بأنه كل هذا ادعاءات. كيف يمكن معرفة الحقيقة في ظل تضارب الأنباء بين ما يصرح به الجيش والدعم السريع؟ نعم، أنا أعتقد أنه ليس هناك تضارب ما بين ما قلته وما قال المسؤول في الدعم السريع. أنا استندت إلى مصادر على أرض الميدان وشهود عيان، ويعني ربما ما قاله مستشار الدعم السريع يتطابق مع ما قاله المتحدث باسم الجيش الذي أكد أن الدعم السريع الآن هو داخل القصر الجمهوري وأن هناك عمليات وإطلاق للنار في جزئيات محدودة داخل محيط القيادة العامة.
ولكن وفق المصادر أيضا أن الدعم السريع الآن هو ينتشر في شارع النيل قبالة القصر الرئاسي وقبالة جسر المكنمر، ويعني ربما هو بالتالي بما أن الآن جسر المكنمر هو بالقرب من القصر الرئاسي ولا يبعد منه إلا نحو 500 متر من الناحية الشرقية، فمن الطبيعي أن 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 تكون قوات الدعم السريع هي في هذا الصندوق الممتد من الناحية الشرقية والناحية الغربية، فبالتالي ليس هناك تضارب فيما يعني ذكر من معلومات، ولكن الآن الخطة التي أعرفها وفق ما تحصلت عليه من مصادر أن الآن هناك خطة تتعلق بالملاحقة والمداهمة، ويعني عدد كبير الآن من القوات في الدعم السريع هي الآن موجودة في حي المطار الآن موجودة في حي المطار، وربما الجيش بسبب وجود عدد من الأسر ما زالت في حي المطار، سواء كان من العسكريين أو المدنيين أو بعض الأسر التابعة لسكن أساتذة جامعة الخرطوم وبعض يعني المواقع الاستراتيجية، خشية استخدام القوة العنيفة مما يعني يؤدي إلى تساقط عدد من الضحايا وتدمير البنية التحتية في جيد. محيط وسط الخرطوم. نعود دعنا نعود إلى الوضع الإنساني داخل الخرطوم الآن، فقط نود أن نخصص جزء من تغطيتنا لمعرفة انعكاس كل ما يحدث على أوضاع السودانيين. كيف هو الوضع الإنساني الآن في العاصمة الخرطوم، وكيف يتدبرون أحوالهم الآن؟ نعم، يعني بدءا أستاذ إبراهيم يجب لفت الانتباه إلى أن هناك الآن غزيفة وقعت داخل قسم الطوارئ في مستشفى الشعب، والذي لا يبعد كثيرا من محور العمليات. أيضا هناك غزيفة وقعت في مستشفى بشاير هو جنوب الخرطوم، وربما كانت هناك معركة كر وفر في هذه المنطقة. الوضع الإنساني بشكل عام يعني الطواقم الطبية تفشل حتى هذه اللحظة في الوصول وتقديم المساعدات إلى العلاج الجرحى أو النقل البعض من الجثث التي ما زالت موجودة في مناطق الأحداث. بالتالي يبدو الوضع الإنساني صعب، فبالتالي هناك دعوات ومطالبات بأن تكون هناك مدة للهدنة حتى يتم ويكون هناك ممر آمن لخروج العالقين وتقديم المساعدات للجرحى ونقلهم إلى المشافي القريبة. كما أن هناك أيضا ربما احتكاكات جرت في محيط مستشفى الشرطة، ربما تأثرت المستشفى ببعض الأسلحة الثقيلة، والآن الوضع الإنساني في محيط مستشفى الشرطة حرج. الدعوة من قبل المنظمات الطوعية والإنسانية بضرورة تقديم الدعومات العاجلة لتلقي العلاج الجرحى ونقل الجثث، وحتى يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمواراتها أو يعني أخذها إلى المجارح. فيما يتعلق بالوضع الإنساني الآخر الذي يتعلق بمعاش المواطن السوداني في محيط الأحياء التي تدور فيها هذه المعارك، المواطنين التزموا منازلهم خشية سقوط الأسلحة الثقيلة والطلقات الطائشة عليهم. بدأ الآن هناك شح في الأزمات بسبب الـ 72 ساعة من الحرب، حيث إغلاق للمحال التجارية، إغلاق للصيدليات. فالوضع الإنساني يبدو أنه يتأزم ما لم تكون هناك هدنة بفتح مسارات آمنة. تابعنا قبل إذا سمعت خالد، تابعنا قبل قليل عودة بث التلفزيون الرسمي الذي سيطرت قوات الدعم السريع على مبناه، نفهم من ذلك بأنه يتم البث من منطقة أخرى.
نعم، يعني وفق لأحد الزملاء في التلفزيون تحدثت معه صباح اليوم، قال بأن الدعم السريع سيطر على مقر التلفزيون بالداخل، وكانت هناك مفاوضات حتى وقت متأخر من الأمس بين القوات المسلحة والدعم السريع حتى يخرجوا في ممر آمن وحتى لا تتضرر الأجهزة الفنية والاستوديوهات، ولكن يبدو أنه دارت معركة في الساعات الأولى من الصباح، وتم إجبار قوات الدعم السريع على الانسحاب والخروج. فبالتالي الآن هناك محطة بديلة تم تشغيل فيها موجات التلفزيون القومي وأيضا موجات الإذاعة القومية التي توقفت عن البث لحين الصيانة وعودة العاملين إلى مواقعهم بطريقة رسمية بعد تأمين وتفتيش مقر التلفزيون من وجود أي أسلحة قد تكون قابلة للانفجار. وماذا يتم بثه الآن على التلفزيون؟ هل تابعتم ما يتم بثه؟ نعم، ما يبث الآن هو عبارة عن مواد مسجلة، أناشيد وطنية وتأكيد على أن القوات المسلحة هي الحامية للمواطنين، ولكن لا توجد أي مواد مباشرة حتى هذه اللحظة تتعلق بسير المعارك أو بيانات. شكرا جزيلا، وصلت فكرة. أنا أشكرك على كل هذه المعلومات من الخرطوم الصحفي خالد الفكي، ونشاهد هذه الصور المباشرة والخاصة بقناة العربية من محيط قيادة الجيش. الآن ما زالت يعني الاشتباكات مستمرة لكنها أقل وتيرة مما كانت عليه في صبيحة هذا اليوم. صباح اليوم كانت قوية جدا، كان هناك قصف مكثف على مباني مقر القيادة، وأيضا كان هناك تحليق للطائرات في سماء العاصمة الخرطوم، وارتفعت أعمدة الدخان في سماء العاصمة، لكن الآن الأمور يبدو أنها أهدأ بكثير، مجرد طلقات متفرقة. على كل حال، نتحدث عن الوضع الإنساني الذي ذكرناه، حيث أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم إلى 97 قتيلا. وفق البيان، عدد القتلى يتجاوز هذه الحصيلة منذ بدء الاشتباكات، لا سيما وأن الكثير منهم لم يتم نقلهم إلى المستشفيات، إما بسبب الصعوبات في النقل أو ربما الظروف الخاصة بالاشتباكات. على كل حال، نتابع ثم نعود لكم. مع احتدام المعارك تبرز سيناريوهات الموقف الراهن في السودان. أولا، رغم ضبابية الصورة فإن سيناريو الحرب الأهلية ما زال مستبعدا، فالجيش حث المدنيين على عدم الانخراط في المعارك الجارية، والسبب أنها معركة سلطة في المقام الأول بحسب مراقبين. أما سيناريو عدم الحسم فإنه وارد أيضا مع تصعيد الدعم السريع لهجومه ليلا بالمدفعية، لكن ميزان القوة لقوات الجيش، هذا سيمكنها في النهاية من الحسم إن لم يتطور الموقف إلى حرب شوارع في العاصمة. السيناريو الثالث يرجح أن أمد الحرب لن يطول كثيرا، أي أنها معركة محدودة زمنيا، ويدعم هذا المؤشر الانشقاقات من جانب المنتدبين في الدعم السريع بالإضافة إلى الانشقاقات القيادية. أما السيناريو الرابع فهو الرهان على الوساطة الخارجية، وهو القاسم المشترك بين الطرفين، لكن هجوم الدعم السريع ليلا يشي بأنهم يحاولون الحسم قبل بدء الوساطة، في حين يؤكد الجيش أنه لن يرضى بالوساطة قبل ردع الدعم السريع. وتنتهي السيناريوهات بالسيناريو الأخير الذي يرجح أن تعود قوات الدعم السريع إلى دارفور مجددا، والتحرك من هناك
قوة انفصالية يصعب نزع شوكتها. ونعود إلى ضيفي من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، أهلا بك دكتور من جديد. برأيك أي السيناريوهات هذه أكثر ترجيحا للحدوث؟ سيناريو الحرب الأهلية، عدم الحسم، معركة محدودة نسبيا، أم الرهان على الوساطة الخارجية؟ هو طبعا لكل سيناريو وزن نسبي معين تستطيع حضرتك أن تلمح يعني بنوده وعناصره في البدايات الأولى، نازلنا في الأيام الأولى من المواجهة، وبالتالي سيناريو عدم الحسم ربما هو يكون يعني السيناريو اللي ليه وزن نسبي في التعامل المباشر لحين اتضاح الرؤية. كل سيناريو من السيناريوهات وارد، لكن بطبيعة الحال الأكثر ترجيحا هو عدم الحسم لجملة من الاعتبارات. أولا لازلنا في مرحلة تكشف مواقف كل طرف، تمسك كل طرف بمواقفه، دفع كل طرف للطرف الآخر لحافة الهوية، عدم الإنصات لأي مبادرات طرحت خلال الساعات الأخيرة، استخدام القوى العسكرية الممنهجة، انفتاح بنك الأهداف الرئيسة لكل طرف. إذن هذا هو السيناريو اللي بنقيس عليه هذا التوقيت في إذا كنا بنرجح السيناريو اللي هو الأكثر واقعية في التعامل مع المشهد. لكن يرتبط بهذا السيناريو عدة أمور. أول حاجة وهي نقطة مهمة، هي مرتبطة حضرتك بقدرة كل طرف على الحسم. نظريا السيناريوهات رائعة اللي أشرت إليها حضرتك، لكن هناك قوى محافظات إقليمية ودولية وأطراف إقليمية ودولية ستغذي من الاتجاه إلى أي السيناريوهات الأكثر قبولا حتى إذا توفرت الإرادة السياسية للطرفين ومضوا في سيناريو سيكون هناك. سأعطيك المجال لتسهب في هذا هذه النقطة، لكن دعني أعرض هذا الفيديو الذي وصلنا الآن لطلبة محتجزين في جامعة الخرطوم منذ بدأ هذه الاشتباكات قبل 3 أيام. إذا نتابع هذه الصور. السلام عليكم، نحن الطلاب المحتجزين في جامعة الخرطوم، ودي الحتة اللي قاعدين فيها بالضبط كده. فديل نحن طلاب مقسمين إلى جزئين، الجزء بتاع الطلاب والجزء بتاع العمال في حتة تانية، ومعانا شخص مصاب وما عندنا أموال ونناهي هذا الإنقاذ بالإسراع. السلام عليكم، نحن الطلاب المحتجزين في جامعة الخرطوم، ودي الحتة اللي قاعدين فيها بالضبط كده. فديل نحن طلاب مقسمين إلى جزئين، الجزء بتاع الطلاب والجزء بتاع العمال في حتة تانية، ومعانا شخص مصاب. نعود لك دكتور طارق فهمي لتستكمل فكرتك حول السيناريوهات وارتباطها أيضا بعوامل خارج السودان أيضا. وبالتالي هذه القوى المحفزة لكل سيناريو في التعامل سيكون لها دور مباشر في الاتجاه إلى هذا السيناريو أو ذاك. طبعا القوى العسكرية هي التي ستحسم كل ما نشاهده، لأنه بطبيعة الحال بعض السيناريوهات اللي أشرت حضرتك إليها هي تبقى في إطارها النظري، يعني الوساطات حتى الآن غير واضحة المعالم. طبعا تتالي الوساطات سيؤثر بطبيعة الحال في الاتجاه السلبي، يعني ليس صحيح أنه طرح أكثر من مبادرة في نفس التوقيت. نتحدث عن الإيجاد، نتحدث عن الفوضية الإفريقية، الاتحاد الإفريقي، نتحدث عن وسطات بعض الدول، ثم نتحدث عن الرباعية الدولية. كل هذه المدخلات حضرتك ستؤثر بطبيعة الحال على أي مسار سنمضي فيه، وبالتالي سيكون هذا الأمر محل اختبار. طيب، من نحن طرفي المعادلة سنستمع إلى صوت الطبيعي الذي يأتينا الآن من الخرطوم لهذه الاشتباكات. لدينا فيديو جديد مشاهدينا سنعرضه لكم، هو حول ما يقال بأنها قوة من الدعم السريع داخل الأحياء السكنية. نشاهد هذا الفيديو أيضا. Thank you.
إذا مشاهدينا نتابع هذه الصور المباشرة والتي تأتينا من العاصمة الخرطوم، صور خاصة بالقناة العربية وتظهر أعمدة الدخان التي تتصاعد في مساحة شاسعة من العاصمة والتي تتركز للشبكات فيها حول محيط مقر القيادة وأيضا قصر الضيافة ومنطقة المطار وأيضا حول التلفزيون. إذن حول المباني السيادية هناك اشتباكات، ونستمع لصوت إطلاق رصاص مكثف. كنا شاهدنا قبل قليل إطلاق رصاص واستخدام آليات داخل المناطق السكنية من قبل قوات الدعم السريع حسب ما تابعناه بالفيديو. عليكم من جديد المقطع الخاص بالطلبة السودانيين في جامعة الخرطوم والذين قالوا فيه بأنهم محتجزين هناك منذ بدء الاشتباكات قبل 3 أيام. نتابع. طلاب المحتجزين في جامعة الخرطوم ودي الحتة اللي قاعدين فيها بالضبط كده، فدي نحن طلاب مقسمين إلى جزئين، دي جزء بتاع الطلاب وجزء بتاع العمال في حتة تانية، ومعانا شخص مصاب وما عندنا موال ونلاحق هذا الإنقاذ بالإسراع. السلام عليكم، نحن الطلاب المحتجزين في جامعة الخرطوم ودي الحتة اللي قاعدين فيها بالضبط كده، فدي نحن طلاب مقسمين إلى جزئين، دي جزء بتاع الطلاب وجزء بتاع العمال في حتة تانية، ومعانا شخص مصاب وما عندنا موال ونلاحق هذا الإنقاذ بالإسراع. السلام عليكم، نحن الطلاب المحتجزين في جامعة الخرطوم ودي الحتة اللي قاعدين فيها بالضبط كده، فدي نحن طلاب مقسمين الى جزئين، دي جزء بتاع الطلاب وجزء بتاع العمال في حته ثانيه، ومعانا شخص مصاب وما عندنا موال. اذا من جديد مشاهدينا نتابع هذه الصور التي تاتينا من خلال الكاميرا العربيه، صور خاصه بقناه العربيه وتظهر تصاعد الدخان الكثيف وسماع الرصاص، أزيز الرصاص، وأيضا دوي قصف شديد في هذه المنطقة، ومباني محترقة ودخان كثيف يغلف سماء العاصمة السودانية الخرطوم. إذا الاشتباكات مستمرة في ظل حرب أيضا أخرى تدور بين المعسكرين تتمثل في حرب البيانات والإنجازات، كل طرف يدعي أن حقق انتصار هنا وهناك ويأتي نفي من الطرف الآخر. اليوم كان هناك بيانات على شاشة العربية وتصريحات للمستشار السياسي للدعم السريع وأيضا للناطق باسم الجيش السوداني للعربية، أكد كل طرف فيهم تحقيق إنجازات ونفى الإنجازات التي حققها الطرف الآخر. أبرز ما قيل من قبل الناطق باسم الجيش السوداني بأنه سيتم استعادة مطار مروي وأيضا جميع مقرات القيادة العامة، قيل بأنها تحت سيطرة الجيش، وقال الناطق باسم الجيش بأن قواته تتصدى لمحاولات اقتحام المقرات العسكرية، وهو ما نشاهده الآن في الصورة، قوات الدعم تحاول اقتحام هذه المقرات الاستراتيجية والحيوية وذات الرمزية الكبيرة. وقال بأننا ندير عملياتنا العسكرية بما يضمن حياة المدنيين وحمايتهم، وقال بأن فيديو اقتحام الدعم السريع لمقر البرهان تضليل. في المقابل مستشار السياسي للدعم السريع يوسف عزت قال العربية بأنه لا صحة لاستهداف أحياء سكنية خلال عمليات قوات الدعم السريع. شاهدنا قبل قليل صور لآليات قوات الدعم السريع وهي تعمل داخل الأحياء السكنية. أكد المستشار السياسي صحة سيطرة قوات الدعم على القصر الجمهوري، وأكد أيضا سيطرة قوات الدعم على مقرات داخل القيادة العامة، وقال بأنه
تم فرض سيطرة قوات الدعم على الكثير من المطارات، واعترف الجيش السوداني بسيطرة قوات الدعم على مطار مروي أيضا على شاشة العربية. على كل حال، في ردود الأفعال الدولية حيال كل ما يحدث، قال وزير الخارجية الأمريكي خلال لقاء مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده تشعر بقلق عميق تجاه استمرار الاشتباكات في السودان، وأكد أهمية الاتفاق أيضا مع الحلفاء على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة. بلينكين أضاف بأن الشعب السوداني يريد عودة العسكريين لثكناتهم، حيث يتطلعون إلى دولة ديمقراطية. من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني طرفي الصراع إلى إعطاء الأولوية للسلام لإنهاء الأزمة. ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان وعلى المنطقة. نشعر بقلق عميق تجاه استمرار الاشتباكات في السودان. ناقشنا هنا في اليابان الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهناك اتفاق مشترك حول ضرورة أن يعمل العسكريون على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك مواطنين من دول أخرى. لدينا وجهة نظر مشتركة حول ضرورة وقف القتال بالسودان على الفور وعودة طرفي النزاع إلى المحادثات. فالشعب السوداني يريد عودة العسكريين للثكنات ويريد كذلك دولة ديمقراطية. المحادثات التي أجريناها كانت واعدة لوضع السودان على مسار الانتقال لحكومة مدنية. في الأثناء، حث المبعوث الأممي للسودان فولكر روبرتس جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية بما في ذلك ضمان حماية جميع المدنيين. وقال روبرتس إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يلتزما بوقف القتال أمس والذي أعلن عنه لأغراض إنسانية إلا بشكل جزئي، مشيرا إلى خيبة أمل شديدة جراء تجدد الاشتباكات. وتنضم إلينا من الخرطوم الطبيبة السودانية صفاء عبوش. أهلا بك دكتورة صفاء. دكتورة، ماذا كانت ستعني الثلاث ساعات الهدنة بالأمس لو تم تنفيذها؟ ماذا كانت ستغير بالنسبة لك على الصعيد الشخصي وأيضا بالنسبة لكل السودانيين في هذه الظروف الدقيقة؟ كانت ستعني إفصال إمداد دوائي كهربائي وغذائي ومائي للمستشفيات التي تستقبل الحالات الميدانية. كانت حتعني استبدال الطاقم الموجود له 4 أيام بطاقم ريفريش قاعد في البيت مرتاح عشان يشتغل الحالات الموجودة في المستشفيات. كانت حتعني إنه الليلة ما حيكون في ناس مصطكين في المنطقة بتاعت الصراع في مستشفى الخرطوم ومستشفى الشعب ومستشفى جعفر بن عوف وميد الخرطوم للطبيبات وميد الخرطوم للأطباء. كانت حتعني إنه على الأقل في الوضع الأمني الحرج ده كان حيكون في وضع صحي قادر يستوعب كمية الجرحى وعلاجهم. ما معلوماتك عن طبيعة الوضع الصحي الآن في المستشفيات السودانية؟ منهار. It's collapsed now. نحن نتكلم عن قصف مستشفى الشعب، مستشفى تخصص لجراحة للمخ والقلب والصدر. بنتكلم عن إخلاء مستشفى الخرطوم، مستشفى كبير فيه عناية مكثفة، فيه مبنى بتاع جراحة أطفال وجراحة مسالك بولية وفيه كمية من المرضى. بنتكلم عن إغلاق مستشفى المعلم، مستشفى في محيط كوبري كوبر، سعته العلاجية كبيرة جدا. بنتكلم عن إغلاق مستشفى يونيفرسال برضو مستشفى في محيط كوبر، سعته العلاجية كبيرة جدا. بنتكلم عن وقف لكل الكوادر الطبية في بيوتها وعدم تجديد الإصطاف زي ما قلت. طيب، دعنا نتابع ما تفضلت به نقطة بنقطة. إغلاق المستشفيات ما سببه؟ الظرف الأمني، الكوادر ما قادرة تتحرك. أنا هسه على بعد 500 متر من المستشفى الدولي قرب المظلات بحري، مناطق القصف شغال من الساعة 3 صباحا، ما قادرين نمشي نوصل المستشفى. حتى نحن لو وصلنا ما في أخصائي تخدير قادر نوصل المستشفى. ما قادرين نوفر الإمداد المستحبكات الطبية من الشاش ومحاليل وريدية وأدوية منقذة للحياة
للمستشفى. الكهرباء في المستشفى بجاز جات، واحتمال لحد هسه تكون خلاص قربت تخلص، وما في مويه اصلا من امبارح. المويه كان يجيبها بالبراميل لانه الخط العام بتاع المستشفى البحري انقطع لانه كان فيه ضرب اليوم الاول يوم الخميس. يعني نفهم بأن الأطباء يعني حتى لا يتم تأمينهم من قبل جهات معينة، الهلال الأحمر أو جهات خاصة تؤمن تنقلاتهم من وإلى المستشفيات، أنت تقولي بأن هناك طواقم تعمل منذ 4 أيام ولم يتم استبدالها، هذا يعني بأنه هناك شبه حظر تجول غير معلن في العاصمة بسبب الاشتباك الأمني؟ أيوة، ما في شرطة سودانية نزلت في الشارع لتأمين الحاجات. قلناها منظمات المنظمات الدولية الطبية NGOs WHO والصليب الأحمر والهلال الأحمر بالناس تشم من بارح لحد أسفل حاجة العملوة اجتماع الساعة 10 صباحا يسألوا من الدعم اللوجستي المحتاجين. نحن ما محتاجين دعم اللوجستي براو، نحن محتاجين حتى تأمين ممرات وتأمين الشارع لاستبدال الطبية. طيب، من خلال تواصلك مع الطواقم الطبية والزملاء في المستشفيات، هل هناك تقديرات لأعداد المصابين وضحايا هذه الاشتباكات حتى الآن؟ وأبرز الإصابات التي تأتي إلى المستشفيات تتمثل بماذا؟ من صباح اليوم الاثنين ما قادرين نوصل لأي معلومة لأنه واقف قادر حركة الخرطوم بسبب القصف العنيف. أنا هسه بتكلم معاك وسامع صوت القصف في المظلات. كل الإصابات اللي عندها طلق ناري في الصدر في البطن في الأطراف، ممكن تكون مصيبة أورد رئيسية أو في الرأس. ونحن نتحدث معك أيضا نرى هذه الصور المباشرة والخاصة بقناة العربية لاشتداد وتيرة القصف. يبدو أن القصف عندما يشتد في عموم العاصمة السودانية ويهدأ يعني تارة ثم يعود لكي يشتد. على كل حال فقط تفضل البقاء معي، سأشير إلى هذا الخبر المتعلق أيضا بالوضع الصحي، حيث تعرض مستشفى ابن سينا وهو أحد أكبر المستشفيات الهامة في العاصمة الخرطوم إلى الضرر في بعض مبانيه بعد سقوط قذائف عشوائية عليه جراء الاشتباكات المستمرة والعنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم. وبخلاف الأضرار التي تقع على المستشفيات، يجد الأطباء والمرضى صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات القريبة من أماكن الاشتباك أو الطرق التي تؤدي إليها، وهذا يعزز ما ذكرته لنا. نعود لك دكتورة صفاء. دكتورة، فيما يتعلق ب الإمدادات، أنت تتحدثي عن أن هناك انقطاع في الكهرباء والماء وأيضا حتى المواد الأساسية، في ظل هذه الظروف الصعبة كيف يتدبر أو تتدبر الطواقم الطبية نفسها؟ معلش توضيح بسيط، حصل قصف مباشر لمستشفى الشعب، حصل سقوط دارات في مستشفى التركي جنوب الخرطوم بالكلاكلة، تبادل النار في محيط مستشفى المعلم ومستشفى يونيفرسال ومستشفى الخرطوم ومستشفى خضيل ومستشفى الفيصل، دي كلها مستشفيات بفعات كبيرة. يعني نفهم من هذا، هل نفهم من شهادتك بأنه هناك استهداف ممنهج للمستشفيات؟ أيوة في استهداف، وتم غصف مستشفى الشعب في عنابر، في العنابر حق عنابر 10 من عنابر القلب والصب، وغصف القراش غصف مباشر بيدانات، وتم جرح بعض الطواقم. طيب، هل هناك اتهامات جهة باتجاه جهة معينة تحملها مسؤولية هذا القصف، أم أنه قصف مجهول غير معروف؟ القصف مسير بيدانات وأعيرة ثقيلة، ما في شايف حاجة. طيب، القضيه الصعبه في غصن الكلى في المستشفى التركي، انا ممكن ارسل لك الصور منها، كسرت القزاز بتاع المبنى كله. القصف حصل في مستشفى الشعب بيدانات لمبنى، فيه نتكلم عن مبنى مكون من طوابق من عدد عنادق، ونتكلم عن جراش كبير بتاع مستشفى كامل. هل تم اقامه مستشفيات ميدانيه بديله في بعض المناطق لمعالجه الجرحى؟ لا، حتى المستشفيات الموجوده ذاتها بالمناشرات ما ادت لحاجه، وما وصلنا، ما قادرين تمنتين الميديكال سبلاي بتاعتنا، وما قادرين نواصل الامداد الطبي بالطوابيه. طيب، والخرطوم كلها في حاله بتاعت هلع، ما زال قادر يتحرك عشان يوصل المستشفيات. هناك اشخاص بحاجه الى رعايه صحيه داخل المنازل وحتى ادويه محدده او اسطوانات اكسجين، هؤلاء كيف يتعاملون مع ظروفهم الصحيه في ظل هذا الوضع
الذي يشهد يعني اشتباكات منذ 3 أيام. في الوقت اللي أنا بتكلم معك فيه ممكن في أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين يموتوا في البيوت بسبب انقطاع الخدمة الطبية، عيانين بتعين غسيل كلى، عيانين في العيادات المكثفة، وعيانين ممكن يكونوا قاعدين في بيوتهم ما قادرين يوصلوا للمستشفى للغسيل المبرمج، غسيل الكرة المبرمج. في أطفال في مستشفى جعفر بن عوف محتجزين. في أطباء وكوادر طبية في مستشفى بحري الكهرباء والمية منقطعة منها ومن يوم السبت ما بزال قادر يواصلهم. أي دقيقة بتمر علينا في دول مستحق للخدمة الطبية ممكن يموت لأنه ما في خدمة طبية قاعد توصله. في أطباء وكوادر طبية ما في ما عندهم غذاء، حتى تلفوناتهم بقت قافلة ما قادرين نوصل لهم لأنه ما عندهم إمداد كهربائي ليوم 3 يوم. أنا أشكرك على شهادتك الدكتورة صفاء، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. ومع التحليق المكثف للطائرات الحربية للجيش يبدو أن السيطرة على القواعد العسكرية الجوية هي الشغل الشاغل الآن لدى قوات الدعم السريع، فالسلاح سلاح الجو وفق عسكريين هو النقطة الفاصلة في المعركة بين الجيش السوداني والدعم السريع، فمن يحكم السيطرة عليه يحسم المعركة. معركة السماء، وإن كان الهدف على الأرض ففي السودان القوة هنا في القواعد الجوية. قوات الدعم السريع التي لا تمتلك قوة جوية تعلم أن من يمتلك الأجواء يحسم المعركة، فكانت البداية من هنا حيث القوة. اشتعلت المعركة حين اقتحمت قوات حميدتي إحدى القواعد الجوية في الخرطوم. اشتبك الطرفان، استخدم الجيش 3 طائرات عسكرية حتى الآن خلال الاشتباك ضد قوات الدعم السريع منذ انتشارها في قاعدة مروي حيث البداية. قاعدة مروي الجوية تقع شمال السودان، تستخدم غالبا في التدريبات والمناورات الجوية. تأتي بعدها قاعدة الخرطوم وسط العاصمة، وعلى غرب الخرطوم هنالك قاعدة الأبيض شمال ولاية كردفان، وأيضا قاعدة وادي سيدنا في منطقة أم درمان. بالإجمال هناك 8 قواعد جوية، أهمها بالنسبة للطرفين قاعدة مروي لاحتوائها على أكبر عدد من الطائرات وأحدثها، والأهم مركز فعال للمراقبة والطائرات بدون طيار، وتليها أكبر قاعدة وادي سيدنا وفيها مخابئ الطائرات وعشرات المقاتلات العسكرية. غيداء السالم، العربية. قبل أن نختم هذه الساعة من التغطية نعرض لكم مشاهدينا هذه الصور التي وصلتنا لسيطرة الجيش على عربات تابعة لقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ 3 أيام. زي ما قاعد تقولوا أسع عرباتكم في فتيلنا، ها؟ كويس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في زول بيجر بيخلي سلاحه وبيخلي عرباته، ده معناته شنو؟ ده معناته خلاص انهزم وانتهى وانقهر واندهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عربات الدعم السريع في قبضة القوات المسلحة بالكامل، أكثر من 15 كروزر. رسالة لأي ميليشيا، رسالة لأي ميليشيا. الله أكبر، والعزة للجيش السوداني. وخلوها قبضناها دي لها ماشي ماشي حية. إذن مشاهدينا تابعنا معكم خلال هذه الساعة الإخبارية ربما أبرز ما حدث خلال ساعات الصباح واليوم والبيانات التي صدرت عن الجانبين فيما يتعلق بهذه الاشتباكات. على كل حال هذه التغطية مستمرة على قناة العربية، لكن على رأس الساعة مع الزميل نايف الأحمري، تفضلوا بالبقاء معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.